مين هو عمرو مصطفى مراد فهمي او الزعيم؟ هو طبعا حفيد مراد فهمي، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدرب النادي الاهلي وعضو مجلس ادارة النادي الاهلي وسكرتير الاتحاد الافريقي والمصري الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الفيفا. ابن طبعا مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي من سنة 1982 لحد سنة 2004. اما الزعيم فتولد 28 اغسطس سنة 1983، مواليد حي الزمالك، وتخرج من الأكاديمية البحرية قسم إدارة أعمال سنة 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة التسويق سنة 2006، وبعد كده التحق بالعمل في الكاف كمساعد لمدير إدارة البطولات الدولية من سنة 2007 لحد 2015.